مهم جدا هو الصليب والموت، والبعد الثالث سيف الظلم والشك. ثلاث أبعاد: الطاعة الكاملة، الصليب والموت، وسيف الظلم والشك. ورح أنهي الرسالة بدروس من حياة مريم. أمين؟ طيب، بنعمة الرب. واضح من هذه الرسالة أو مفهومنا لهذه الرسالة أو مفهومنا للنبوءة الأولى اللي حكاها سمعان، رح أعيد النبوءة: وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرين. هذه العبارة مش واضحة باللغة العربية بالشكل الدقيق، لكن رح أحكيها باللغة اللي أتت فيها، باللغة اليونانية الواضحة جدا، لأن اللغة اليونانية مقسمة بهذه الطريقة. وأنت أي الكلام مخصص لك أنت.